حياكم الله. نرجع من داخل الجانب السياسي والجانب التخطيطي تحديدا والمناطقي والمتنازع عليها في التعداد السكاني، برأيك هل هذا هو سبب رئيسي من ذاك الوقت من 1987 لتعطيل هذه الأمور؟ يعني أكيد بال 97 ليش ما اعتمد الإحصاء مال 97؟ لأن ثلاث محافظات كانت خارج سلطة، مشاكل على الحكومات المقبلة برأيك؟ كانت خارج سلطة بغداد، وحتى بعد 2003 أكو مشكلة بين هذه الثلاث محافظات وبين الحكومة على مناطق معينة، ومواد ثبتت بالدستور حقيقة نحن نعتبرها مواد خاطئة وكانت باجتهادات كتل أو شخصيات في ذلك الوقت بمعزل عن رأي أهل المنطقة ورأي سكان هذه المدن. ثبت المادة 140 وإلى الآن لم تستطع أن تجد حل لهذه المناطق. لا نقدر نلغيها، مرة المحكمة الاتحادية تقول هي باقية، ومرة سياسيين يطلعون بتصريحات يقول انتهت المادة 140 كما أشار أخي قبل قليل. توافق برأي أستاذ سرمد البياتي بأنه في الربع الأخير من 2021 راح تكون حملة تعداد السكاني برأيك، ويقول أنا استبعده نهائيا، توافق بهذا الاستبعاد؟ يعني يعتمد على الظروف، تعرف ظروف العراق غير مستقرة، يعني منو كان يتوقع أنه نهاية 2019؟ ما بتغير كركوك على نفس الوضع برأيك؟ لا مو بس كركوك، في العراق كله يطلع مظاهرات، الاقتصاد ينهار، الوضع في بعض المناطق راح يصير بها إرباك. يعني أنت مو بدولة مستقرة تعيش حالة من الهدوء والاستقرار تقدر تقول إيه من تحدد وقت؟ أنت أصلاً مخصص له فلوس قبل سنتين ثلاثة وكل كوادرك جاهزة، وهذه العملية أول مرة من 97 تجري. حتى كوادرنا ما مدرب عليها حتى. طيب أستاذ سرمد، يعني برأيك إحنا مقبلين على أزمة سياسية على الأبواب بخصوص الإحصاء في التعداد السكاني في العراق؟ ممكن أن تخف هذه الأزمة إذا أجريت الانتخابات في موعدها المحدد. راح يصير موعدها؟ نعم، وأنا أؤكد ذلك. أساساني ليش أؤكد؟ أنا هسه راح لازم أعرف ليش أؤكد، يعني كل ما جسأت عندك أرد أعرف التأكيد. ببساطة أنا أقول لك، المفوضية العليا للانتخابات هل أصدرت بيان بعدم استعدادها للانتخابات؟ لم تصدر أي بيان. طيب بالنتيجة النهائية أنه الانتخابات ماضية، ونتكلم بصراحة أكثر، ربما أكبر الكتل هي داعمة إلى هذا الموعد، سواء سائرون أو الحكمة أو حتى النصر. اللي ما داعم لهذه، يعني أنا أتكلم بصورة عامة، يعني عذرا لا أقصد أي واحد، لكن الكتل، إحنا ما نريد نشد عن الموضوع، لكن أنا أقول لك بأنه الكتل التي لم تقدم شيئا طوال 17 عاما محرجة من هذه الانتخابات. طيب كثير من الخبراء والمختصين بأنه قالوا الكوادر بخصوص لجنة الانتخابات غير جاهزة،